رسميا وبعد أكثر من 5 أعوام من المعاناة افتتحت المحطة الكهربائية الجديدة في مديرية لودر بعد وصول مولدات الطاقة المقدرة ب10 ميجاوات والتي كانت قد اعتمدتها الحكومة قبل سنوات لسد حالة العجز في قطاع الكهرباء في المديرية. نفتتح رسميا محطة لودر 10 ميجا. هذه المحطة اللي ستغذي إن شاء الله 4 مديريات مهمة في محافظة أبين، مديرية لودر ومودية ومخيراس والوضيع. حوالي 28,000 مشترك تقريبا سيستفيد منها بإذن الله 200,000 نسمة. مشاريع الكهرباء في محافظة أبين هذه المرة حظيت باهتمام حكومي بارز على الرغم من تأخر تنفيذها نتيجة المراوحة بين توجيهات الاعتماد وعرقلة التنفيذ كالمولدات الخاصة بكهرباء أحور التي وصلت إلى المديرية بعد أكثر من 2 عامين على اعتمادها. الصيف القادم هذا كل مواطن يشتري كهرباء وما نقدرش احنا نوفي مع كل الناس، بصراحة ما تقدرش تغطي المدينة كامل بها، ولهذا احنا بنقص في موقف وممكن نعمل على برنامج اطفاء وتشغيل. الشبكه عندنا متهالكه ومنتهيه لها اكثر من 30 عام وبحاجه الى اقل شيء تحسين الشبكه والاستغيير تحسين الشبكه في مجال الضغط العالي وفي مجال الضغط المنخفض. الخطوات الأخيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة أبين بحسب تصريح وزير الكهرباء جاءت بعد تعثرها لسنوات، الأمر الذي يرجع مسؤولون في المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظة سببه إلى عدم استجابة وزارة المالية للتوجيهات بصرف الاعتماد المالي، ما يتناقض مع التصريحات الحكومية بخصوص تطوير قطاع الكهرباء في أبين. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.